معانا رسالة مهمة من الكابتن المنذر لكباير المدير الفني الحالي لمنتخب تونس وكلام مهم عن ضيفنا الكابتن علي معلول. مرحبا بكل العاملين في قناة الأهلي، مرحبا بجماهير الأهلي العريقة والإخوة والأشقاء المصريين، مرحبا بيك علي، ربي يحفظ الجميع ويحفظنا من الوباء هذا. تعرف علي الفترة الأخيرة اللي حبيت تجي لتونس وتزور أهلك وأحبابك وأصدقائك، لكن الشيء هذا ما كتبش. مشكورة قناة الأهلي اللي وفرت لنا الفرصة باش نشوفوك ونطمئنوا على حوالك. برشا ناس تحترمك وتقدرك وأنا واحد منهم، يسألوا على الحالة الصحية متاعك في الفترة الأخيرة، إن شاء الله تكون لباس أنت والعائلة. نعرف اللي أنت اليوم في مصر وفي ناديك حاطينك في عيونهم، لأنك تستاهل كل خير، إنسان خلوق، وأنا متأكد اليوم اللي أنت ما بين أهلك وما بين أحبابك. تعرف علي اللي بعد الكورونا العديد من المجالات باش تغير، العديد من الأشياء باش تغير، نتمنى ومتأكد إن شاء الله فما أشياء ما تتغيرش عندك، هو حرصك وسعيك باش تكون متألق وتكون متفوق فرديا وجماعيا مع النادي متاعك ومع المنتخب. فرحت جماهير المنتخب، فرحت جماهير النادي الأهلي، فرحت جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بمهاراتك وبمردودك الغزير. نشكرك مرة أخرى على المد التضامني اللي قمت به مع بلادك، وكنت غيور على بلادك، وأنا متأكد الشيء هذا راك قمت به مع مصر. أنا فخور بيك، المنتخب فخور بيك، وربي فرج علينا في القريب العاجل. نتمنى ونشوفوك بخير في القريب العاجل في المنتخب، وتكون متألق كما العادة، وإن شاء الله نحقق إنجازات مع المنتخب. شكرا وربي يحفظكم جميعا. يعني كلام سي منذر من يعني من الناس المحترمة، من الناس يعني أخلاقيا وفنيا يعني عالي جدا، يعني ممكن هو من الناس اللي الهادية برشا اللي خلت الناس ما تتكلمش عليه، لكن هو من أحسن المدربين الصراحة اللي تمرنت عندهم لمدة قصيرة، لكن الراجل تعرفه في المدة الصغيرة هذه، تعرف طريقة التمرين متاعه، تعرف فكره التدريبي. يعني الحمد لله أن أنا تمرنت عنده، وهو حاليا ماسك المنتخب، عرف يرجع الأجواء الممتازة في المنتخب بعد فترة بتاعت كأس أفريقيا، المجموعة رجعت فيها فما لحمة كبيرة في المجموعة. نحب نقوله زاد أنه هذا واجب وطني باش نعاولوا بلادنا في الظروف الصعبة هذه، وهو اللي كان يعني بدال المساندة هذه، ونقول إن شاء الله ربي يحمي تونس، وإن شاء الله ربي يحمي الشعوب العربية الكل، ونتعدى الفترة هذه متاع الوباء هذه إن شاء الله. إن شاء الله تعدي الفترة دي كل المدربين.